أهلا بكم. أكدت المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع ثباتها على سياستها النفطية بعد قرار كبير قضى بإعفاء وزير الطاقة السابق خالد الفالح من مهامه وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على رأس الوزارة بدلا منه. أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستواصل التزامها بالاتفاق الذي أبرمته منظمة أوبك مع المنتجين العالميين الكبار من خارجها، والذي قضى بتخفيض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميا من أجل تحقيق التوازن في الأسواق. التأكيد السعودي جاء بعد إعفاء وزير الطاقة السابق خالد الفالح من مهامه وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على رأس الوزارة بدلا منه. وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد قضى في أغسطس الماضي بإنشاء وزارة مستقلة للصناعة والثروة المعدنية ليخرج القطاعان بذلك من عباءة وزارة الطاقة، خطوة أتت في وقت تتطلع فيه المملكة إلى رفع ناتجها الصناعي تطبيقا لاستراتيجية خلق الوظائف ضمن رؤية 2030. من ناحية أخرى، تم تعيين ياسر عثمان الرميان الذي كان يشغل منصب محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيسا لمجلس إدارة شركة أرامكو في وقت تستعد فيه الشركة لطرح 5% من أسهمها للاكتتاب العام. وفي هذا السياق، توقع صحيفة وول ستريت جورنال بدء المرحلة الأولى من طرح أسهم أرامكو خلال هذا العام في السوق السعودية، على أن يكون الطرح العالمي في بورصة طوكيو على الأرجح. بدورها أكدت أرامكو أنها جاهزة لخطوة الطرح، مضيفة أن مكان الطرح وتوقيته يعتمدان على ظروف السوق. وللمزيد ينضم إلي من جد الدكتور محمد سالم الصبان، المستشار الاقتصادي والنفطي. دكتور، أهلا وسهلا بك مجددا في البرنامج. هل من ربط بين التغييرات الأخيرة في وزارة النفط وبين رؤية 2030 من جهة وطرح أرامكو الوشيك على ما يبدو من جهة أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التغييرات التي حدثت هي في الواقع تدعم تطبيق الرؤية 2030. هنالك إعادة هيكلة لأرامكو، مزيد من الشفافية، هنالك تغيير وزاري في وزارة الطاقة، فصل وزارة الطاقة عن وزارة الصناعة والكهرباء أو وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وغيرها من التغييرات التي تصب في تحسين أداء الأجهزة الحكومية لتخدم تطبيق الرؤية 2030. دكتور، بما أننا أتينا سريعا على ذكر موضوع أرامكو، دعني أسألك، ما المؤكد الذي نعرفه اليوم عن الطرح؟ المؤكد أن الطرح قادم، هي مسألة متى. ذكر أنه سيتم طرح أسهم أرامكو في السوق المحلية كمرحلة أولى، وبما أن السوق المحلية لا تستوعب 5% المقترح طرحها، فستبدأ الحكومة السعودية بطرح 1% هذا العام ربما، و1% العام القادم، ريثما تقيم التجربة بالنسبة لتجربة الطرح، ويتم اختيار أيضا السوق الدولية التي يمكن أن تطرح فيها أسهم أرامكو. هنالك حذر شديد بالنسبة لنيويورك، كلنا يعرف الأسباب، قانون جاسا، قانون نوبك إلى آخره، وبالنسبة لبريطانيا التي كانت البديل الثاني، التخوفات وعدم اليقين بالنسبة للاقتصاد البريطاني بعد احتمالات خروج بدون اتفاق والأزمة السياسية التي تعيشها. أيضا هونغ كونغ كانت من البدائل المطروحة، لكن هونغ كونغ نتيجة للاضطرابات الموجودة قد تم إلغاء التفكير نحوها، وبقيت بعض الدول الأخرى مثل طوكيو، ولكن لم يتخذ القرار النهائي بعد. أتصور أنه سيتخذ تدريجيا بعد أن تتضح الأمور وتتضح ويتضح كثير من الشكوك ويتزال كثير من الشكوك المحيطة بالأسواق الدولية. لكن حتما بالنسبة للسوق المحلي سيكون هنالك طرح تدريجي، وهذا يفيد المستثمرين السعوديين بإذن الله. بالعودة إلى وزارة النفط السعودية، نتحدث عن وزير جديد إذن وعن تحديات. هل الوزير مقبل على مشهد جديد على صعيد هيكلية سوق النفط العالمية دكتور؟ كما ذكر الأمير عبد العزيز الوزير الجديد عبد العزيز بن سلمان بأنه لا تغيير في السياسة النفطية السعودية، وهذا متوقع. المملكة العربية السعودية منذ عقود، منذ أن نشأت الأوبك وهي تحاول أن تحقق استقرار سوق النفط
ولذلك هي القائد الفعلي لمنظمة الأوبك، والآن هي القائد الفعلي هي وروسيا لاتفاق أوبك بلس. الأمير عبد العزيز قد يغير من الأسلوب في إدارة ملف النفط، لكن أساسيات السياسة النفطية ستبقى كما هي، الدفاع عن استقرار الأسواق، وأيضا تدريجيا الدفاع عن حصة المملكة في الأسواق، خاصة وأن التحديات التي ستواجه أوبك وتواجه المملكة في الفترة القادمة تحديات كبيرة جدا. التصورات بأن السوق سيكون هنالك فائض كبير، كلنا يعرف أنه نتيجة لانحسار في النمو في الطلب العالمي على النفط، نتيجة لاحتمالات الركود ونتيجة للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وخروج البريكزيت، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كل هذه ستؤثر في معدلات النمو، لأن هنالك علاقة طردية بين الطلب العالمي على النفط والنمو الاقتصادي العالمي. في نفس الوقت هنالك فائض في المعروض، هنالك كثير من الدول التي ستأتي بكميات أكبر من الإنتاج. الولايات المتحدة متوقع أن يصل إنتاجها إلى 13 مليون برميل يوميا هذا العام، كما صرحت الإدارة الأمريكية، إدارة الطاقة، إدارة معلومات الطاقة، والعام القادم 13.5 مليون برميل يوميا. هذا عدد الزيادات التي ستأتي من دول أخرى. هنالك كمية متوقعة في حدود 2.5 مليون برميل إضافية من خارج الأوبك. إذن التحديات كبيرة، وعلى دول الأوبك بلس التي اجتمعت الخميس أن تقدم توصيات بالنظر في كيفية تعميق تخفيض الإنتاج وتشدد على الالتزام. هنالك أكثر من دولة للأسف لم تلتزم بحصصها، ومنها العراق ونيجيريا وروسيا وغيرها، ولولا التخفيض الأكبر بالنسبة للمملكة العربية السعودية لإنتاجها أكثر مما التزمت به، وأيضا العقوبات التي فرضت على إيران وفنزويلا، لوجدنا أن الأسعار قد تدهورت إلى مستويات أقل بكثير مما هي عليه الآن. من جدة الدكتور محمد سالم صبان، شكرا جزيلا لك.